أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي للوارث. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن إبراهيم قال أخبرني أبي أنه عرض علي معقل عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبه فمن أرقب شيئا فهو لسبيله. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد هو ابن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمرة جائزة. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن طاووس بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والرقبة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال العمرة جائزة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة. قلت وما الرقبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائزة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر ولا رقبة فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ولم يسمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبة فهو له حياته ومماته. قال عطاء هو للآخر. أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبة وقال من أرقب رقبة فهو له. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته. أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران عن بشر بن المفضل قال حدثنا الحجاج الصواق عن أبي الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار امسكوا عليكم يعني أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقبة لمن أرقبها. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي حدثنا ابن شهاب قال وأخبرني عمرو بن عثمان أنبأنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. أخبرنا محمد بن هشام البعلبكي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه.
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه قال: قد أعطيتكها وعقبه ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن وهبت له. أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمر فمن أعمر شيئا فهو له. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قالا: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر شيئا فهو له. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت: حدث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. قال قتادة: قلت: حدثني محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
العمرة جائزة؟ قال قتادة: وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرة إذا أعمر وعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح فقال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد بن سلمة وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داوود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. اللفظ لمحمد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو. وأخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. أخبرنا هلال بن السري قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن أبي هانئ عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا: لا بل هدية. فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقيل: تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.